اول شيء عجبني قبل لا اتكلم عن اي شيء غيره هو الموسيقى. العاب بلاك اوبس دائما موسيقاتهم روعه، موسيقاتهم تحمسك. بلاك اوبس 4 نفس بلاك اوبس 2 موسيقى اللي تحمسك من جد. بلاك اوبس 3 الموسيقى الكلاسيكية الحلوة تحسها فخمة. بلاك اوبس 1 الكلاسيك. الموسيقى ما يعني ما احبط الصراحة، موسيقى كانت جدا جدا خرافية. فالحين خلينا نبدأ بالاشياء الجد عجبتني وليش ما عجبتني من هالكلام. السلام عليكم حارب شباب، معكم شركية اللي بشركة كيف جاركم فيديو جديد. طيب شباب، فيديو اليوم جابكم رأيي الكامل عن كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 البيتا بالنسبة للمولتي بلاير. صحيح انا يوتيوبر زومبي ومالي كتير الى علاقة بالمولتي بلاير، بس العب مولتي بلاير ومعظم اجزاء كول اوف ديوتي موصل اخر فيها اخر برستيج بالمولتي بلاير، ما عدا اخر جزئين مود وور 2 انفنت وورفر، بس قبلهم كلهم موصل دائما اخر برستيج مولتي بلاير والعب مولتي بلاير. فاظن عندي رأي نوعا ما عن المولتي بلاير. طبعا تذكروا ان اللعبة حاليا فقط بمرحلة البيتا، ففي اشياء ممكن تتغير، بس كمان باقي شهرين وتنزل اللعبة. فيعني نوعا ما اللي قاعدين نلعبه واللي شفناه بالبيتا هو اكثر من 50% من اللعبه، واحتمال جدا كبير قسم جدا كبير من اللعبه اللي شفناه بالبيتا يكون هو نفسه باللعبه الاصليه بدون ما يتغير. فايه حطوا هالشيء في بالكم. طيب هالفيديو اليوم راح اتكلم اول شيء على الاشياء اللي عجبتني، الاشياء اللي شفتها حلوه، اللي تقريبا كل اللعبه تقريبا عجبتني. بعدين الاشياء اللي ما عجبتني واللي هي الشيء اظن فينه يتعدل، وش اظن الشركه راح تعدله، بس لو ما تعدل يعني ما راح يخرب علي مره. واخر شيء الشيء القبيح، الشيء اللي لازم يتغير، لازم يتغير، لانه هالشيء لو ما تغير للاسف ما راح اقدر العب اللعبه وهالشيء موجود. فا ايه راح اتكلم على الاشياء النقاط ثلاثة ويلا خلينا نبدا. اوكي خلينا نبلش بالاشياء اللي عجبتني. اول شيء الاسلحة، الاسلحة جدا جدا عجبتني. حسيت الاسلحة ميكس بين بلاك اوبس 1 وبلاك اوبس 2 وبلاك اوبس 3. بعض الاسلحة تشوفها من بلاك اوبس 3 مستقبلية نوعا ما، انه مو مستقبلية، نفس بلاك اوبس 3 نفس تحت بلاك اوبس 3 اذا تعتبرها مستقبلية فهي مستقبلية. بعض الاسلحة من بلاك اوبس 2 وبعض الاسلحة من بلاك اوبس 1. فميكس الاسلحة هذا الشيء كان جدا 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 رهيب. واصوات الاسلحة جدا جميلة، اصوات الاسلحة تحسها اقرب للحقيقية، اقرب من بلاك اوبس 3. فا ايه الاسلحة كان شيء جدا جدا خرافي وشيء جدا حلو سويته اللعبة. ثاني شيء عجبني اللي هو تصميم المابات، المابات جدا جميلة، جدا مصممينها بطريقة تحس المابات كلها ممتعة الصراحة. عادة اجزاء كول اوف ديوتي بشكل عام يكون في تقريبا ماب لاربع مابات هم المابات الحلوة وباقي المابات تسليك بس نلعب فيهم، بينما هون ببلاك اوبس 4 صراحة كل المابات كانوا ممتعين، كل المابات حجمهم من صغير الى وسط اللي هو اللي اشوفه الحجم البيرفكت، الحجم المثالي للمابات مو المابات الكبيرة. فالمابات فعلا ما في والله لما ندخل على جيم اقول لا نبي هالماب صوتوا لهالماب، لان المابات كلها ممتعة. في ماب امتع من ماب شيء بسيط، بس انه باقي المابات كلها حلوه. يعني مثلا باقي اجزاء كول اوف ديوتي كان مثلا لما ابدا الجيم ويدخلني على ماب معين ما العب، ما ادري هالماب ممل وما بلعب فيه اصلا من الجيم. في بلاك اوبس 4 ما جانا هالشعور ابدا، المابات كلها حلوه كلها ممتعه وعلى طول كلها حفظتها بمخي، لانه تصميم المابات كويس جدا جدا كويس، واظن هالشيء من افضل الاشياء باللعب. بعد هيك الشيء اللي عجبني اللي هو شخصيات السبيشالست. صراحه 10 شخصيات سبيشالست، كل شخصيه منهم عنده الخاصيه القويه تبعه والخاصيه الصغيره، وشيء شيء جدا جدا خرافي صراحه. عندنا تقريبا اربع شخصيات جابوهم من بلاك اوبس 2 من بلاك اوبس 3 عفوا، والباقي شخصيات جديده. حتى الشخصيات اللي رجعوهم من بلاك اوبس 3 مو نفسهم بالضبط، مثلا شخصيه سيرف حطوا لها خاصيه البيكن اللي تحطوا الناس يعيشوا عندها نفس سيمترا من اوفر واتش، حركه جدا حلوه. عندنا فاير بريك عنده
شيء يحطه على الارض ويسوي دائره. ها ما كان موجود بالبلاك اوف 3. بلاك اوف 3 كان موجود بشكل جدا بسيط, هون لا خلوه خاصيه كامله فينك تستعملها. وكان وببلاك اوف 3 موجوده كشيء فرع مو كخاصيته الاساسيه. بعدين عندنا نوماد غير كليا بلاك اوف 3, بس نفس الاسم بس غير كل شيء. عنده كلب وعنده قنابل. بلاك اوف 3 كان عنده الغام الحشرات وكان يعيش نفسه. ورون رون يمكن هو الوحيد اللي نفسه, بس عنده كمان جرابل انه في انه يروح على اماكن, وهالشيء جدا جدا يفيده صراحة. يعني رون ببلاك اوف 3 كان كويس مع الموفمنت, انه بموفمنت بلاك اوف 3 تنط وتمشي على الحيطان بعدين تنزل تخبط الارض. بلاك اوف 4 ما فيها المشي على الحيطان والنطنطة, فحطوا له الحبل انه يروح اي مكان, يروح مكان عالي وينزل يخبط الارض. فالشخصيات اللي رجعوهم بلاك اوف 3 رجعوها بطريقة جدا كويسة, وشخصيات الجديدة جدا جدا خرافية. شخصية السبورت اللي خليك تشوف ورا الحيط انت ولفريقك, شخصية الهيلر اللي يعطيك امو, يعطي ارمو للفريق, شخصية اللي يحط شيلد. وبالنسبة الي افضل واحد اللي تحط شيلد وتطخ من ورا, مع انه ادري جدا اوبي او زيادة على اللزوم, والشركة قالت اوريدي انه راح يضعفوه له شخصية ايجاكس, بس انه فهمتوا الفكرة. شخصيات كلها ممتعة, وصراحة يعني اهني الشركة على الشغل, خلت الشخصيات تخلي اللعب من جد جدا جدا ممتع. كل جيم اغير شخصيه, كل جيم ابلعب شخصيه غير الثانيه, لانه كلهم كويسين وكلهم ممتعين الصراحه. اوكي شباب, هاي الاشياء اللي عجبتني اللي هي بدي قلت لكم الاسلحه, تصميم المابات والسبيشالست. طيب شو الاشياء اللي ما عجبتني؟ الاشياء هاي اللي اتكلم عنها حاليا, الاشياء اللي ما عجبتني بس اظن يعني يعني لو ما تغيرت ما راح تأثر مرة, راح ارجع العب اللعبه بس افضل انها تتغير. فاول شيء خلينا نقول هو الجرافيكس. الجرافيكس صراحة بالنسبة إلي الجرافيكس بلاك اوف 3 كان أفضل من بلاك اوف 4. رجعت لعبت بلاك اوف 3 تأكدنا الشيء فعلا بالنسبة للجرافيك بلاك اوف 3 أفضل من بلاك اوف 4, بس هالشيء فينهم يزبطوا اللعبة الأساسية. الجرافيك أول شيء الألوان ما عجبتني, الألوان أحسها يعني باهتة, بينما بلاك اوف 3 لو تروح تلعبوها الألوان فيها بلاك اوف 3 جدا فاقعة, جدا حلوة الألوان ببلاك اوف 3 بالمالتي بلاير, تخليك تستمتع باللعب. هون الألوان حاسة مدري الألوان حاسة كتير باهتة, فأتمنى يزبطوا هالشيء. تاني شيء التفاصيل. هون مثلا ببلاك اوف 3 لما تشوف سلاحك تلاقي سلاحك مبين فيه كل التفاصيل شيء بشيء, هون سلاحك تلاقيه معظمها مغبش ما ادري ليش, ممكن بالبيتا ان شاء الله تكون بهالمشكله فقط بالبيتا, ان شاء الله باللعبه الكامله تكون الاسلحه كل شيء مبين فيها ويعدلوا الالوان. حتى مو بس الاسلحه, لما تلاقي صخر من بعيد او اشجار تلاقيها مغبشه, لما تقرب منها شوي شوي تزبط. هي مو مشكله جرافيك, هي مشكله فريمات على ما اظن, انه الجهاز ما يتحمل او شيء. فاتمنى يزبطوا هالاشياء, يعني لما تشوف سلاحك مغبش بعدين التفاصيل اللي فيه تبين, او حجره من بعيد مغبشه بعدين تبين, هاي مو الجرافيك. الجرافيك هم مزبطين انه اخر شيء راح تشوفها بشكل واضح, بس شيء من البلاي ستيشن ما يتحمل او شيء. فاتمنى يضبطوا هالشيء, ولو ما عدلوه في كتير العاب جميله ما تحكم عليها من ورا الجرافيكس. مثال اوفر واتش مثلا, ما لعبه مو الجرافيك الواو, جرافيك كرتوني, او فورتنايت, ومن انجح الالعاب فورتنايت واوفر واتش, فالجرافيك ما كتير يحكم. طالما اللعبه ممتعه خلاص, بس اتمنى يعدلوها, لانه العاب كول اوف ديوتي متعودين عليها مع واقعية, فمع وضوح واقعي ويكون اتش دي والوان جميلة والاشياء ما تكون مغبشة, هالشي راح يخلي اللعبة جدا جدا خرافية. واصلا حكوا الشركة انه بالبيتا الجاي يوم الجمعة راح يعدلوا الشيء بالفريمات, فاتمنى الشيء اللي بالفريمات اصدم عليه انه الاسلحة والاشياء المغبشة هاي يضبطوها. طيب بعد هالشيء من الاشياء اللي ما عجبتني بس كمان انه لو ما عدلوها اظن انه ما راح يخرب اللعبه مره, اللي هي السكور ستريك. السكور ستريك جميله عجبتني, بس ابي اكثر. السكور ستريك صراحه شفتهم قليلين مقارنه ببلاك اوف 3 او بلاك اوف 2, اظن بلاك اوف 2 نفسها. المهم راح احط لكم صوره لكل ستريكات بلاك اوف 3, بلاك اوف 2, بلاك اوف 4. فاظن نبي كل ستريكات اكثر, لانه كل ستريكات جزء جدا جدا كبير من كول اوف ديوتي, ومعظم الناس اللي يفوتوا يلعبوا يطلعوا كل ستريك, هدفهم الاول والاخير مو يفوزوا او شيء, لا يطلعوا كل ستريك ويذبحوا فيه. فاتمنى يضيفوا كل ستريك نفس الدوجز والسوارم او الرابس ببلاك اوف 3 و 2 1, ما عندنا الشيء هيك ببلاك اوف 4. عندنا كل ستريك اللي ينزلوا شخصين يساعدوك كمبيوتر ويقتلوا اي واحد حواليك, بس لا نبي شيء نفس الدوجز, نفس الرابس ببلاك اوف 3, نفس السوارم, نبي هيك يعني, نبي شيء لما تحطه الفريق كله الثاني يخاف. فاي كل ستريك اتمنى يزبطوها, اتمنى يضيفوا تقريبا 5 إلى 6 كل ستريكات كمان, وواحد منهم يكون نفس الرابس او السوارم, وايه حيكون هالشيء جدا جدا خرافي.
طيب الحين نروح لاخر قسم، الاشياء القبيحه، الاشياء اللي لازم يعدلوها، الاشياء اللي جدا سيئه واظن انه لازم يعدلوها لتنزل اللعبه، واللي هي اول شيء الكونكشن بالنسبه للشرق الاوسط. نحن حاليا الشرق الاوسط قاعد يدخلنا على سيرفرات اوروبا اللي هي بينجها من 120 ل 150. طبعا لو تفوتوا تلعبوا فورتنايت نفس الشيء، فورتنايت تلاقي البينج فوق 120 150، بس هي مو فورتنايت، هي كول اوف ديوتي. فورتنايت لما تشوف واحد من بعيد ما تحس مره بالتاخير نفس كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي لما بالجيم تقتل 20 30 واحد، تتلاقى مع من 10 ل 30 واحد كل شوي، فكل مره تيجي فيس تو فيس مع واحد وتتقاتلوا البينج يفرق، البينج جدا جدا يفرق. وقاعد احس بهالشيء لما اطلق على واحد واشوف اني طخيته قبل بس ما يجيني دمج لانه بينجي عالي، وبعدين هو يقتلني بكل سهوله. هالشيء جدا جدا ينرفز، وهالشيء صراحه اللي خلاني ما العب البيتا 3 ايام متواصله. يعني مثلا اجيت العب ساعتين البينج جدا ازعجني، رحت بعدين رجعت بعدين لعبت بعدين البينج ازعجني. هيك يعني البينج لازم يعدلوا للشرق الاوسط، واتمنى يسووا نفس نظام كول اوف ديوتي وورلد وور 2. وورلد وور 2 كنت قاعد العبها امبارح، اللي ضايفني على البلاي ستيشن يشوفني قاعد العب وورلد وور 2 ملتي بلاير، بس ابي اشيك هل فعلا وورلد وور 2 شغاله للناس بالشرق الاوسط ولا لا. اي وورلد وور 2 لو بتفوت العرب يدخلك هوستات، يدخلك جيم على طول هوستات 90% فول بار بدون اي تاخير. للاجانب حاطين لهم سيرفرات، ما ادري كيف مزبطين شركه سلاج هامر، بس مسوين شغل جدا خرافي مع بالنسبه للعرب. تفوت يدخلك هوستات مع ناس عرب فول بار. بلاك اوبس 3 كمان هوستات بس ما يدخلني جيم، ما ادري ليش بلاك اوبس 3 افوت جيم يضل الصعب وما يدخلني جيم، فما ادري شو مشكله بلاك اوبس 3. بس لو يطبقوا نظام وورلد وور 2 راح يكون شيء جدا جدا خرافي، وكلنا راح نلعب فول بار وهوستات نفس ايام كول اوف ديوتي القديمه كلها. يعني من كول اوف ديوتي ادفانس وتحت كان كلها هوستات، اظن ادفانس اللي بلشوا فيها السيرفرات على نصها. فا ايه لازم يزبطوا شغله النت لانه جدا جدا غثيثه، وما انت اتكلم كثير بس انا عندي يعني اعرف حد من اكتيفيجن سافرت معهم قبل، ويعني اتعامل معهم كقناتي كلها عن كول اوف ديوتي، وقلت لهم عن هالمشكله وقالوا لي شكرا للفيدباك تبعك، شكرا لانك خبرتنا هالمشكله، وخلاص نحن صار عنا علم بهالمشكله، فاتمنى انهم يضبطوها. اوكي، والشيء اللي كمان جدا صراحه ما عجبني ولازم يغيروه اللي هو انه اللعبة مصممة لجيم مود كنترول بس. هل حسيته اي جيم مود نلعبه غير كنترول ما ينفع؟ اوكي جيم مود كنترول خرافي حلو، بس نبي اشياء تانية. مثلا جيت العب هيد كوارتر، ما ادري هيد كوارتر تروح على اي اوبجكتيف تحس الناس يجوك من كل الجهات. سيرش اند دستروي، سيرش اند دستروي كويسة، مثلا هيد كوارتر او تيم ديث ماتش احس اللعبه مو مصممه لهالايام، مصممه فقط حسب ما شفت انا كنترول. فانا كل قاعد العبه كنت كنترول فقط كنترول، لكن ما فوت اي جيم مود غير كنترول ما احس ينفع مع اللعبه. فاتمنى يسوي شيء معين بالايام المودات الثانيه يخلوها انه تنفع للعبه، لان نبي نلعب شيء غير كنترول. فاي اللعبه حاسه مصممه لكنترول فقط، اتمنى يزبطوا هالشيء، يخلوه انه يحطوا اجيال مودات جديده نفس كنترول، وكمان يضبطوا الجيم مودز القديمين نفس هيد كوارتر. بس هيد كوارتر يعني ما ادري كيف، يعني مثلا مثال الهيد كوارتر مثل مكان بالنص صح، يخلوا نفس كنترول انه كل فريق له سبون معين مو سبون عشوائي، لانه هالشيء اللي ازعجني فيها. وتيم ديث ماتش كمان ما احس اللعبه جدا مصممه لتيم ديث ماتش، فاي هذا الشيء لازم يضبطوه. فاي شباب اشياء اللي عجبتني وقلت لكم اللعبه كلها تقريبا 90% عجبتني، اللي هي الاسلحه السبيشالست واللامبات. الاشياء اللي ما عجبتني واتمنى يضبطوها، بس لو ما ضبطوها ما راح تاثر مره، الوضوح والجرافيك مثل ما خبرتكم، والكل ستريك، والاشياء اللي مره ما عجبتني ولازم يعدلوها الكونكشن للعرب، وانهم يخلوا اللعبه فيها اكثر من جيم مود وتناسب اكثر من جيم مود غير كنترول. فايه شباب هاي فيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من نهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالكومنت شو رايكم، شو الاشياء اللي انتم عجبتكم اللي ما عجبتكم، الاشياء القبيحه اللي من جد لازم تتغير. اتمنى تشاركونا كل واحد رايه بالكومنت، وبس كلمكم شركيه لشركه كاش كم دي هات تاني ان شاء الله. مع السلامه.